هذا البرنامج برعاية بن سمار للتجارة والمقاولة. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا إلى الجزء الثاني من برنامج وظائف. مواقع التواصل الاجتماعي تظهر تباعا أسفل الشاشة، فيسبوك، تويتر، يوتيوب، بلاك بيري، واتساب، كل طرق التواصل لإيجاد الفرص الوظيفية. ونذكر مشاهدينا أنه كثير من الفرص الوظيفية قدمت بالتأكيد عن طريق الموقع، متواجدة شهادات ابتدائي، متوسط، ثانوي وحتى جامعي وماجستير، العديد من الشركات. كل ما عليك تدخل تشوف الشركة، في رابط تحت، إما أنك تعمل مباشرة داونلود للسيرة الذاتية أو أنه تدخل على رابط الشركة وتسجل معلومات، وبإذن الله راح يتواصلوا معك وتجد الفرصة الوظيفية. وصلنا مشاهدينا فقرة قول وفعل، تعرفوا هالأيام العيد قرب، كلها كم من يوم، وكل عام وانتم بخير، والله يتقبل منا ومنكم. وحلويات أكيد عند المحلات مع جانب الأضحية، لكن وراها الحلويات أكيد. أنا من السعودية في مصنع سعد الدين في فقرة قول وفعل، وكانوا قدها وقولوا فعل. خلونا نتابع التقرير. اقترب العيد واقتربت معه عمليات البحث عن أطيب الحلويات لتكتمل أفراح الكبار قبل الصغار. منظر قطع الحلويات وأشكالها وراء معظم قرارات الشراء، فالباحث عن هذه القطعة أو تلك يؤمن أن العين تشبع أولاً. ولكن هل فكرت ولو قليلاً من يقف وراء هذه الإبداعات التي تزين وتغلف حتى تصل إليك بأبهى حلة؟ لقد أدركت حلويات سعد الدين أن السر هو أنامل السعوديات وأفكارهن، فهن في قسم التعليب والتعبئة والتغليف من المصانع. تقوم عاملات الإنتاج السعوديات برواية حكاية الإبداع، تحضير للأدوات وفكرة خلاقة. سبقت تلك الخطوة فتأمل فعمل، وزينة هنا وأخرى هناك، والنتيجة كما ترون. بكل فخر أتكلم عن شغلي، الحمد لله يعني عاملة في قسم ديكور في مصنع حلويات سعد الدين. موهبتي طلعت في هالقسم. صاب، احنا عندنا صاب الشوكولا، وبعد كذا وضع الروشة والموس، آخر شيء نحط البورونيز. إنهن يتذكرن جيدا أول يوم تمت فيه المقابلة الوظيفية، حين سئلن عن هوايتهن ومهارتهن، فكان الشغف عنوان الإجابة. لم يكن مسمى عاملة إنتاج في مصنع للحلويات حجر عثرة أمام النجاح، بل استلهمن من الإنتاج حروفة وقدمن نموذجا لعمل الفتاة السعودية. لقد استطاعت مصانع حلويات سعد الدين أن تحفز طاقات الإبداع في موظفيها، لأنها تدرك أن سر طعم الحلويات إنما هو توطين للطاقات وتوظيف للمهارات، ليكون وراء كل عين تشبع أنامل وطنية تبدع. أي شركة تساهم في نهضة المجتمع تعطين وظائف، أهلا وسهلا فيها. تتواصل معنا عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وتجي وتقدم. أهم شيء شرطا أساسي تعطين وظائف، شركة تستحق كل التقدير والاهتمام. وظفت واستفادت من السيدات السعوديات، منهم أرامل، مطلقات، ذوي الاحتياجات خاصة، فرص. لكن لا نحرق كثير من الأمور، راح بضيفتنا الأستاذة منى عبد الله مديرة القسم النسائي شركة حلويات سعد الدين. أهلا وسهلا أستاذة منى، يعطيكم العافية. يا هلا مرحبا. أستاذة منى، كيف البنات معك؟ وأنا شايف إن شاء الله ما شاء الله يعني عندهم نشاط وحيوية، وموعد التصوير كان حتى بيوم خارج دوام، ومع كذا أحضروا ما شاء الله. طبعا البنات منضبطات عندي، متميزات، بنات مرة تميزهم عالي، مجتهدات مرة، قدراتهم وابتكاراتهم عالية جدا، تشبعهم المخزون بدأ يطلع عندي صراحة، إبداعاتهم، مجهوداتهم، إبداعاتهم،
كبيرة جدا جدا. كيف شفت البنات؟ يعني يمكن بما انك انت مسؤولة القسم النسائي فتوقعتي مثل ما قاعد يسمع عند الشباب الان يقول لك السعودي يبغى مكيف يبغى يرتاح، يمكن عندكم هالتصور الموجود كسيدات انه الفتاة السعودية تبحث ايضا عن الراحة وانه تبغى راتب مبلغ وقدره وسواق وسيارة وكل نهاية شهر تاخذ لها اجازة وامورها يعني بالسليم، يعني كيف شفتي هالشيء معهم؟ لا من خلال المقابلات الشخصية لعدة طبعا مواطنات توجهوا عندي في القسم، مجرد ما أقولها الراتب على طول توافق بالنسبة المواصلات توفير المواصلات. وش تقدموا لهم أنتوا أستاذة منى؟ يعني الآن متوظفة اللي تتابعنا الآن عرفت أنه في إعلان وطبعا هنا الفرص الوظيفية تجي تسوي مقابلة شخصية، إيش الأشياء اللي تركزوا عليها في المقابلة الشخصية؟ بداية أركز على مهاراتها. ممتاز. لازم أطلع مهاراتها، إبداعاتها المنزلية. أسألها عن إبداعك، إيش مهاراتك المكتسبة الداخلية؟ حلو. فتقولي مثلا أنا أحب التجميل، إذا أنها تحب التجميل أو الرسم على طول قسم الإبداع والديكور. حلو. إذا مثلا تحب مهاراتها المكتسبة عمل الحلى على طول قسم البيتيفور، إذا تحب الكيك والتزيين الديكورات الكيك على طول قسم الكيك العربي برضو قسم العربي، يعني على حسب قدرات البنت ومهاراتها أوجهها للقسم. إيش خطوط الإنتاج اللي عندكم؟ خطوط الإنتاج اللي عندي كل قسم يحتاج البنات اللي شو كيف أوصل لك، يعني البنت اللي عندها موهبة وقادرة أنتم مباشرة توجهونها على القسم قسم اللي يحتاجها. حلو. القسم اللي يحتاج موهبتها نوجهها للقسم المحتاج لها. يعني مستحيل أجيب البنت وأحطها مثلاً بالقسم الغير محتاج لها، ما رح تطلع مهاراتها، ما رح تبدأ، ما رح ترتاح في المكان. طيب أنا بعد بسألك الآن وش خطة التأنيث اللي موجودة عندكم؟ وحنا نعرف أنه طبعاً في إحصائية وليت الزملاء الشباب الله يعطيهم العافية في الكنترول يطلعونها الإحصائية، المنطقة الوسطى أنتوا قدرت توفرون 91 عاملة إنتاج، المنطقة الشرقية اللي هي بالخبر طبعاً المنطقة الوسطى في الرياض، الشرقية بمدينة الخبر 50 عاملة إنتاج، المنطقة الغربية جدة 65 عاملة إنتاج، إجمالي عدد العاملات الإنتاج السعوديات 206، وإحصائيات عدد الموظفات السعوديات طبعاً بالشركة 220 موظفة سعودية. يعني العدد هذا كان خلال كم؟ تحدث العدد في 23/10/2012 ما شاء الله الإحصائية. نعم. من متى؟ مدة كم؟ سنتين ثلاث سنة؟ هو طبعا احنا عندنا مرونة يعني تحديث يومي، لأن فيه القبول وفيه الرفض على حسب المقابلات الشخصية وعلى حسب النقل. يعني عندنا في بنات أحيانا يكون منطقة الرياض ننقلهم من منطقة جدة على حسب ظروفهم. حلو. في عندنا بعض ظروف النقل. ممتاز. طيب الآن أنتوا يا سعد الدين وش تقدموا من خلال مصنع النسائي هذا وقسم النسائي وظائف لمتابعينا الكرام والسيدات اللي تتابعنا يعني الآن؟ يعني العروض الوظيفية؟ أي نعم. طبعا عروضنا الوظيفية الآن إحنا دخلنا صندوق الموارد البشرية متعاونين كمان مع باب رزق لخدمة المجتمع وكمان جمعية النهضة النسائية الخيرية ومركز طاقات الموارد البشرية وكمان مركز التأهيل الشامل لخدمة المجتمع اللي هو المهني للصم والبكم. طبعا عندي بنات من فئات خاصة من ذوات الاحتياجات الخاصة كمان منتجات وعندهم إنتاجيات عالية. كم تعطون رواتب؟ يمكن أهم سؤال الآن عند البنات. هو الحد الأدنى 3000. 3000 يتضمن منها تأمين المواصلات. 3000 منها تأمين المواصلات سكن. أيوة بدل سكن يعني أيوة 3000. أيوة تأمين الطبي وكمان اللي عندي الحافز هذا غير الراتب، في حافز، الحافز للمجهود الموظفة اللي عاملت الإنتاج بونس. البونس الشهري هذا مجهود. آلية البونس هذا زي الشركات الآن إنه إذا في عدد كبير من إقبال الزبائن ولا ما له علاقة الزبون؟ لا ما له دخل. هي مجهودها إيه بمعدل شهري معدل إنتاجها الشهري. حلو. كم عدد الفرص الوظيفية اللي تقدمونها اليوم من خلال البرنامج؟ 80 إن شاء الله. 80 فرصة وظيفية. شهادات معينة أو طلبات معينة؟ لا شهادات مختلفة. شهادات مختلفة. مراحل مختلفة. أي واحدة مشاهدينا عندها ابتدائي. ابتدائي. متوسط. ابتدائي. متوسط. ثانوي. ثانوي تتقدم عن طريق طبعا شركة سعد الدين وحاطين تجتاز المقابلة الشخصية. أي نعم أنتم حاطين طبعا رقم تليفون مباشرة من طبعا هذا ظاهر على الشاشة 01-265-433-4 والتحويلة 271. أتمنى طيلة الفقرة يكون معنا هالرقم مباشرة يتواصلون معكم
وأول 80 وحدة فرصة في الرياض هذه ولا بعد مناطق المملكة؟ حتى في مناطق المملكة. مناطق بالفروع. المملكة. ما في اشتراطات معينة. تجي تقولون خبرة وما أدري من هالكلام. لا ما في خبرة. بدون خبرة. طيب أستاذ منى. لأن إحنا نقوم في تدريب البنت أساساً. أي نعم. إحنا إذا كانت عندها مهارات مكتسبة. فعلى طول يعني احنا نكتسب مهاراتها وابداعاتها. نعم. بعدها لازم تكون تدرب من خلال المشرفه لمده اسبوع. وبعد الاسبوع خلاص. ايوه بس انه الراتب محسوم من اول يوم. قالت السلام عليكم. ايوه ممتاز. استاذ منى راح استمر معك اكيد في فقره قول وفعل ويعطيكم العافيه. ونذكر متابعينا بانه 80 فرصه وظيفيه للسيدات في القسم النسائي في المصنع بخطوط الانتاجيه، التغليف، ما شاء الله الكيك، الاشياء اللي موجوده عندهم، الحلويات، شوكولات. كل ما عليكم تتواصلوا على الرقم 01-265-4334 والتحويلة 271، وراح تكون إن شاء الله معنا أسفل الشاشة.